خلينا دلوقتي نروح لزوم، ومن كام يوم اتفاجئنا بزياره المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بيب جوارديولا، اللي بيقوم بزياره خاصه لمصر لمده اسبوع معاه اسرته عشان يقضي جزء من عطلته الصيفيه. جوارديولا زار مجموعه من المناطق السياحيه والاثريه في القاهره والاقصر واسوان. ده حقيقي، وده اللي هيخلينا جمانة نتعرف على كواليس هذه الزيارة، اللي يمكن زي ما قلنا الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج قال على هذه الزيارة معلقا، قال صانع التاريخ في عبق التاريخ. الزيارة دي ليها تأثيرها على حركة السياحة المصرية، ويمكن تسليط الأضواء زي ما بنتكلم على حساب للدوري الإنجليزي، أعتقد له يعني ملايين من المتابعين، فكل ده ترويج للسياحة المصرية تحديدا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من صاحب فكرة استضافة المدير الفني للمان سيتي الإنجليزي، واللي يعني كتير مننا ما يعرفش أنه هو صاحب فكرة هذه الاستضافة، اللي مشرفنا دلوقتي عبر زوم الأستاذ صلاح عتريس. لأن يمكن أستاذ صلاح جمانة هو كان يعني سبب من أسباب هذه الزيارة، واللي هنتعرف منه إزاي قدر يقنع المدير الفني للمان سيتي. فكان هو كان بيب جوارديولا زي ما بنقول بيقضي، يعني المفروض ان هو كان بيفكر هيقضي اجازته فين، الاجازه الصيفيه، وكان في بالفعل كذا عرض اتقدم له من كذا جهه ومن كذا بلد عشان يروح يقضي الاجازه بتاعته، لكن قدر الاستاذ صلاح عتريس ان هو يقنع بيب جوارديولا ان يجي يقضي اجازته في مصر. ويمكن احنا شفنا تابعنا الصور اللي كانت موجوده على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ان كان على فيسبوك او على اي موقع اخر، وابتديناها بوجود بيب جوارديولا في الاهرامات. صباح الخير يا استاذ صلاح. استاذ صلاح هيقول صباح النور يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك. طب يعني في البدايه بقى، لا احكي لنا ايه اللي حصل. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول لحد استاذ صلاح عتريس قدر ان هو يقنع بيب جوارديولا ان يجي يقضي اجازته في مصر، ازاي بقى احكي لنا ايه اللي حصل؟ والله يا فندم يعني من اللحظه اللي انا عرفت فيها ان في رغبه عند جوارديولا واسرته لزياره مصر، بدات الحقيقه والتيم بتاعنا في التحضيرات، استمرت اكثر من شهرين، حاولنا نستغل فيها كل الامكانيات المتاحه عندنا في مصر من امن وامان، من نقاط جذب كبيره جدا جدا الحقيقه موجوده في بلدنا مش موجوده في اي حته ثانيه. وزاد حماسي الحقيقه بعد ما عرفت ان في دول بتنافسنا في الزياره، فقلنا لازم بقى نطلع كل ما هو خاص ماشي عشان نقدر نقطع الناس والعيله دي بعد موسم كروي شديد عنده. صحيح. ان هو يشرفنا في مصر هنا، واشتغلنا على المساله ودرسنا سيكولوجيه الراجل الحقيقه وايه اللي ممكن يعجبه وايه اللي ممكن ما يعجبهوش، وكان عنده رغبه شديده جدا الحقيقه. يعني كان مصر ليها افضليه قبل ما نبدا ننفذ البرنامج او نصيغه يعني. استاذ صلاح، يعني زي ما احنا تابعنا وشفنا حساب الدوري الانجليزي اللي كتب صانع التاريخ في عبق التاريخ، اعتقد الجمله دي بصوره يعني الاثار المصريه على حساب كبير زي ده يدفع فيها مئات من الملايين لواحد زي بيب جوارديولا تحديدا. يعني استاذ صلاح، عاوزين نعرف من حضرتك سريعا كده ازاي قدرت ان انت تجذب يعني انظار مدرب عالمي زي جوارديولا مره ثانيه، والبرنامج اللي انت يعني عملت برزنتيشن عليه وكان بمثابه يعني عنصر جذب قوي لجوارديولا. الحقيقه زي ما قلت في البدايه ان احنا اشتغلنا شويه على سيكولوجيه الضيف واسرته. نعم. من خلال وسائل الاعلام بتكون فكره الراجل ده ممكن يكون دماغه بتفكر ازاي، ممكن توجهاته تبقى عامله ازاي، لكن الحقيقه كانت وسائل الجذب الموجوده في مصر بتلعب دور جامد جدا لصالحنا احنا. اشتغل لنا عامل الامن والامان الموجود في بلدنا الفتره الاخيره، مقاومات مصر السياحيه وما حباها ربنا بكل ما هو مميز. مصر بايعه نفسها زي ما بيقولوا الحقيقه، لكن كان لابد نشتغل على نفسنا اكتر واكتر لما عرفنا ان في منافسه شديده جدا لاجتذاب جوارديولا لزياره بلد اخر يعني. فخططنا ودرسنا وابتعدنا، والحمد لله نجحنا بفضل ربنا ان احنا نقدم له برنامج جاذب جدا فيه كل ما هو خاص ممكن يتعمل. في ايام اجازه اشتغلنا فيها قدرنا نجيب له جناح ملكي في احد الفنادق الشهيره جدا جدا في مصر، قدرنا نعمل له زياره خاصه لمنطقه الاهرامات، وادينا له مفتاح المنطقه يفتحها هو بنفسه. في نفس الوقت كمان قدرنا
نجهز له زيارات شاملة متنوعة، فينا الإسلامي ومنها الفرعوني ومنها السياحة النيلية. جبنا له ذهبية لبراند عالمي ليه لوحده هو وأسرته، مراعاة للخصوصية. قدرنا نعمل له عشاء أسطوري حقيقة في معبد الأقصر. جرب الأكل المصري يا أستاذ صلاح؟ إيه يا فندم؟ جرب الأكل المصري؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا، مش كله مصري الحقيقة، لأن أكلنا شديد شوية، لكن الحقيقة عملنا مزج ما بين الأكل الأوروبي والأكل المصري، واخترنا الحقيقة أفخم الأماكن اللي ممكن ياكل فيها هو وأسرته، لأنه كمان عنده بنت من بناته مش بتاكل لحوم، فبنحاول نبقى في فرايتي في الأكل، والحقيقة لا عاملين طب قولي يعني يعني أداة جذب جميلة في انطباعه مصر ايه؟ يعني. يعني ممكن احنا بنشوف الانطباعات اللي بتكون منشورة او موجودة ان كان في احاديث صحفية او حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن انطباعه ايه؟ ايه الحاجات اللي سمعتها ممكن تكون ما تعرضتش الناس ما تعرفهاش؟ أولاً جوارديولا شخص مبدئياً متواضع جداً، محترم جداً، ولفت نظري جداً، هو ذكي بطريقة غير طبيعية الحقيقة. كان متواجد في دول عربية قبل كده، فعارف ثقافتنا وعارف شعوبنا، وعارف إن إحنا في بعض الأحيان ردود أفعالنا بتبقى من القلب. الإنسان المصري البسيط اللي بيقابله في الشارع أبهره الحقيقة، وخاصة لما كانوا بيتعرضوا للكلام عن الرياضة معاه، وهو بيقف يكلم الناس وبواضع جدا وإنسان جدا الحقيقة. عايز أكون بعمل فوكس على المسألة دي، أبهرته الحضارة المصرية الحقيقة، أبهرته جدا جدا الأهرامات المصرية، واحدة من عجائب الدنيا السبع، دخلته إلى متحف الحضارة وصالة المومياوات، جلسته يستمع في مسجد محمد علي لمحاضرة مني زادت عن 40 دقيقة بكل اهتمام، استخدامه لبعض الكلمات العربية خلال الكلام معاه، يعني واحنا ماشيين بالعربية مثلا الناس عم تعمل الكلاكسات، تقول لهم خلاص خلاص ماشي يا صلاح، اقول له شوية شوية السلام يعني عليكم، خلاص واللي كمان عليكم خليه السلام. يتكلم، تعدوا خليه بعض يتكلم مصري الكلمات كمان. العربية الحقيقة اللي يعرفها يعني. فهو إنسان لطيف وإنسان الحقيقة مثقف جدا، أسرته مثقفة جدا، بيعملوا أجازة تاريخية مردودة هي على الفيس وعلى السوشيال ميديا لسه الأجازة مبهر مستمرة، الحقيقة. لسه الأجازة مستمرة يا أستاذ صلاح. يا فندم لحد يوم 29 إن شاء الله. هو دلوقتي المفروض ان هو في الأقصر، مظبوط، هو وأسرته. يا فندم هو خلص زيارات الأقصر ما بين معبدي الكرنك والأقصر، ثم وادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت، وبدأ النافيجيشن أو الإبحار باتجاه إدفو وقومامبو، مرورا بالخاب وصولا إلى أسوان. عاملين له برضه حاجات خاصة جدا في أسوان، معبد فيلة، معبد الرائع الجميل، عاملين له صوت وضوء لوحده هو وأسرته، عرض خاص بيه مقفول. وبعد كده هيختتم زيارته إن شاء الله بما أسميه دائما العجيبة الثامنة في عالم معبدي أبو سمبل، وبطريقته الخاصة بعد ما تنتهي الزيارة في معبد أبو سمبل يتوجه إلى برشلونة للعودة. هي نعم الرحلة أتمنى من ربنا إن يظل مردودها كما أراه في السوشيال ميديا، وكما أراه على صفحته الخاصة، وكما أراه على موقع مانشستر سيتي. الحقيقة ردود الأفعال تعدت 50 مليون مشاهدة، صحيح. نعم والراجل ليه متابعين في العالم كله، فأتمنى من ربنا فعلا تكون زيارة مثمرة قدرنا نجد فيها مجهود كبير جدا. استضافة شركتنا الأستاذ عرب عتيس شريكي وأخويا في الشركة. عايز يا جماعة من فضلكم كمان لو تسمحوا لي أشكر وزير اتفضل. السياحة الأستاذ أحمد عيسى، لسه في التليفون معايا من شوية، بيعرف كل خدمات الوزارة بيضعها تحت تصرف الشركة والتعاون مع القطاع الخاص. نعم أشكر عمرو بيه القاضي كمان هيئة تنشيط السياحة اللي بيساعدوا لنا بعض الحاجات الخاصة المتعلقة بالزيارة. نعم الشعب المصري اللي أبهر الراجل الحقيقة يعني، واخد بالك، ببساطته وبروحه وبخفة دمه. اتكلمنا استاذ صلاح، انا يهمني اتكلمته عن محمد صلاح ولا لا؟ يعني يمكن بعد والله زيارة انا جوارديولا في متحمس لقاء هو جدا جدا الاول على لمحمد صلاح. ردود
فيما لا يخص الحقيقه، لكن انا طبعا من بعيد كده كنت بلمح. انا اتكلمت معاه على انسانيه او الجانب الانساني لشخصيه محمد صلاح، وهو امن على ده. يعني اتفقنا ان الراجل بيعمل حاجات كثيره جدا لبلده، ليه في الاعمال الخيريه، بس هو حريص قوي ما لا يخوض فيما لا يعنيه زي ما بنقول. يعني صحيح. جاء ذكر النادي الاهلي خلال تعليقات اللطيفه للمصريين اللي قابلوه في الشارع، ان احنا هنقابلك في كاس العالم للانديه اللي احنا هنكسبك، فبيضحك الراجل وما بيعلقش يعني. طيب استاذ صلاح، يعني على جانب اخر بقى، فكره استثمار زياره بيب جوارديولا لمصر، وزي ما حضرتك بتقول انه الحقيقه كانت الامكانات كلها كانت موجوده ومسخره لانها تخلي صوره مصر امام العالم كله في احسن شكل. عايز اعرف من حضرتك ايه الامكانيات من وجهه طبعا نظر نظرك، ايه الامكانيات اللي ممكن تقدمها مصر لاستضافه عدد اكبر حتى من مشاهير العالم؟ والله مصر بلدنا ربنا سبحانه وتعالى حباها بامكانيات غير مسبوقه وغير موجوده في بلاد تانية. احنا قلنا عنصر الامن والامان، ده عنصر هام جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى انعم به علينا، واصبح المقصد السياحي المصري مقصد في غايه الاهميه. وبلدنا بقى اثريا وتاريخيا لا يعادلها احد في العالم. احنا عندنا مدينه صغيره اسمها الاقصر فيها ثلث اثار العالم. نعم. عندنا 2 من عجائب الدنيا السبعه، فنار الاسكندريه والاهرامات. عندنا شارع واحد يا جماعه فيه 29 اثر، يعني ده موجود فين في العالم؟ شارع المعز. وعندنا بقى النيل العظيم اللي الناس الحقيقه بتبهر بالابهار فيه، وتشوف الكره الصغيره والناس اللطيفه اللي عماله بتسلم عليهم بعيد. عندنا كل انواع السياحه اللي ممكن اي حد يتخيلها، ان كانت سياحه ترفيهيه، سياحه ثقافيه، سياحه علاجيه، سياحه مؤتمرات، كل حاجه موجوده. احنا مصر ان شاء الله مقبله على رواج سياحي غير مسبوق. صحيح. مش هخفي سر لو قلت ان احنا لحظه افتتاح المتحف الكبير اللي العالم كله يا جماعه في انتظاره. طبعا. انا بقول اهو، بكرر من دلوقتي، من خلال وجودنا في معارض دوليه كتيره الناس كلها مأجله زياراتها لافتتاح المتحف المصري، فهيبقى كمان اضافه كبيره جدا جدا للبرنامج السياحي المصري ان شاء الله. نعم. إن شاء الله. يعني عاوز اعرف من حضرتك اخيرا كده، يمكن هو سؤال مركب شويه، ازاي شايف مساهمه هيئه تنشيط السياحه في الترويج للزياره دي؟ وده بيعكس حاجه يمكن حضرتك قلتها من شويه، فكره تعاون القطاع الخاص مع الحكومه تحديدا، وهل بقى كشركه عند حضرتك يعني مقترحات وفي يعني شغل حضرتك شغال عليه دلوقتي لجذب يعني نقول ناس او شخصيات عامه عالميه الى مصر مره اخرى؟ الحمد لله، واحنا من فضل ربنا احنا شركتنا متخصصه في المنطقه دي الحقيقه. نعم. احنا بنتعاون مع اهم الشركات السياحيه العالميه الموجوده في اسبانيا وامريكا اللاتينيه. وعلى المستوى الرسمي لما تقوم الصبح كده وانت قايم من النوم، فتلاقي وزير السياحه بيكلمك بيقول لك انا بحط امكانيات الوزاره كلها اني اعزمك، ويقول لك طيب نخلص الاجازه اللي جايه دي بتاعت العيد ونقعد نتكلم في كل حاجه. نعم. انا هساعدك، انا هسبورت معاك جدا. فانا الحقيقه يعني لا، ان شاء الله هنعمل حاجات لطيفه جدا للبلد، هنجتهد ونفضل نشتغل لحد ما بلدنا تاخد ما تستحقه. يا جماعه احنا الحقيقه لا، احنا نستحق اكتر من 15 مليون سائح. احنا عندنا حاجات كثيره جدا جدا في مصر ما نفوكس عليها، نقدر نقدمها للعالم تكون جاذبه جدا جدا. لا ان شاء الله مصر احنا بنتكلم في 30 مليون على موسم سياحي. والله ان شاء الله نستحق 50 مليون على الاقل يا فندم، يا رب. وهتشوف، ويا رب اكون عايش لما نشوف الرواج السياحي والنصيب المستحق لما بنسميه مهد الحضارات مصر العظيم. يعني طبعا يا استاذ صلاح، والحقيقه يعني انا بحييك، واتمنى ان في يعني في نقطه حضرتك اتكلمت عنها مهمه جدا، اتمنى ان هي دي يبقى هي دي المنهج او الطريقه اللي احنا بنحاول نشتغل عليها في الفترة الجاية. فكرة زي ما حضرتك قلت بنشتغل على سيكولوجية، يعني حضرتك أول حاجة قلتها اشتغلنا على سيكولوجية بيب جوارديولا، أكيد احنا بنتكلم على واحنا بنتكلم على الماس أو عدد كبير جدا من السائحين، مش هنقدر نشتغل على سيكولوجية واحد واحد، ولكن نبقى عارفين ازاي نستغل مواردنا صح
ونبقى عارفين زي ما احنا بنتكلم في انواع سياحه كتير جدا، ازاي نقدر نوظفها صح حسب كل سائح بينجذب لانهي نوع من انواع السياحه. فانا أكيد بشكر حضرتك طبعا. الحقيقه حضرتك جدا ماشي، كل شعب ليه كاركتر وليه مميزات معينه، بالزبط. ليه ادوات جذب معينه. صحيح. السائح الاسباني بيختلف عن السائح اللاتيني، غير السائح الصيني الياباني. يا جماعه نظره للقطاع الخاص زي ما قال معالي الوزير من شويه على التليفون، ان هو بيصد جدا في توجهات القطاع الخاص في مصر، فان شاء الله مصر مقبله على مرحله كلها خير وكلها رفاهيه، وربنا سبحانه وتعالى صحيح حامي مصر وراعيها. مفيش حد ابدا بيشتغل منفرد، ومفيش نجاح لحكومه لوحدها ولا قطاع خاص لوحده، لابد من تضافر كل مؤسسات الدوله للنهوض بمصر في كل المجالات، ومن اهمها المجال السياحي تحديدا. بنشكر حضرتك الاستاذ صلاح عتريس صاحب فكره استضافه جوارديولا، شكرا ليك يا فندم.